من امتى؟ هي الحداية بتحدف كتاكيت؟ بتحدف كتاكيت تلات اوض وصالة يا سناء. والله ما انا عارفه يا ابني هتعمل ايه في الشقه لوحدك لما نسيبها ونمشي. افهم من كده ان الاستاذ عادل شخص انطوائي؟ لا لا يا حبيبتي، عمره ما لبس طوائي. طوائي؟ ما شاء الله يا ماما دايما بتنصفيني كده الحمد لله. طب ولما كبر كانت شخصيته بتميل للعنف؟ نيفر ايفر بيبي. بيبي ده ما فيش زيه، ده زوج مثالي طول عمره كده، يعني هادي كده واليف. اليف؟ انت بتتكلمي على قطه فاضل تقولي ان انا ما بخربش يعني؟ طب عمره ما زهق واتعصب عليكم؟ ولا ليه؟ لا لا، ده اوفر اوفر ومقفر في كل نرفزاته على طول كده يعني، لكن على طول كان بيهبل شايف يعني. وياسمين كان بيذاكر لها؟ هو بابا لما بيرجع من الشغل بيقول انا تعبان وماما هي اللي بتذاكر. انا متهيألي بقى يا جماعه تقوموا بسرعه بقى تحضروا الاكل عشان هي تاكل وتلحق تروح يعني. بس انا لسه ما عرفتش عقدتك. حضرتك عقدتي ايه؟ مفيش اي عقده ولا اي حاجه الحمد لله، وحضرتك انستينا وشرفتينا ونورتينا واديك عرفت المطرح وسلام عليكم. ايه ده وبدري كده؟ طب يلا مع السلامه، براحتك موبايلات بقى. عادل انت بتطردها ولا ايه؟ مش بطردها ولا حاجه، بس هي مستعجله لانها لازم تلحق متر الانفاق، لازم تروح لاهلها بدري يعني. ما تحملش هم، انا قاعده معاكوا شويه كمان وانت تبقى توصلني بعربيتك بعدين. ده انت داخله على طامع بقى. انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. اهلا وسهلا بحضرتك، وحد يحضر لنا العشاء بقى. عادل احضر العشاء يعني ولا؟ يا ماما حضر العشاء عشان تلحق هي تتعشى وتروح منوره. قول لي يا رمزي. نعم. الاستاذ عادل بيعاملك ازاي؟ هو حضرتك بيعاملني بالشهر مش باليوميه. حضرتك ده متخلف عقليا، انت بتساليه وبتتعاملي معاه كبني ادم يعني. واضح ان عندك عقده اضطهاد تجاه الاخرين. الله الله الله، وكمان هتطلعي لي عقد؟ انا مش عارف حضرتك دايما تطلعي فيا القطط الفطسانه. خلي بالك انا العلم كما بيزيد عليا الضغط، انا مش عارف انا ممكن اعمل ايه. برافو برافو. برافو ايه؟ انت مبسوطه مني ولا متضايقه؟ يا ستي ما ترسيلك على حل او شوفي لك دكتور نفسي يعالجك. يا استاذ عادل انا كنت بس بنكشك عشان اعرف اللي في دماغك. حضرتك انت تعبتي دماغي خالص بجد، انا مش عارف اعمل ايه بعد كده يعني، وعماله بتسالي لي في رمزي وعماله مرمطه انا والعيله كلها، مش عارف اعمل ايه اعمل ايه. بصي انا بجد مش فاهم اني ممكن اعمل ايه. استاذ عادل انت بتشجع العنف؟ لا حضرتك انا بشجع الترسانه. انا حسبت لك كلامي بالدليل القاطع. رمزي خدامك، انت تعبان في الشغل هنا مش كده؟ انا ايه هتقول تعبان؟ حضرتك انا شايله على كفوف الراحه، وحضرتك لو بصيتي لوشه والقفاه كده هتلاقي كفوف الراحه معلمه عليه. هو انا بعد اذن حضرتك يا ست هانم يعني كنت عايز اقول حاجه صغيره. ايه ما تبطل امور التسول ده، تقعد تقول لا ون 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 بالسابل. يلا انا قلت قلت انا لا ون 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 كده تقف عليك قدام الدكاتره. ماشي بص حضرتك، هو ابن عمي بس يعني اعصابه ساعات بتوسع يعني. اعصابي بتوسع لان اعصابي لو ضقت هتخنقك يا رامز. شايفه بيقول هتخنقك ازاي قدام حتى ماشي ماشي. رمزي يا ابني. ايوه اسمع كلام الاب الروحي بقى. انا واثقه ان انت بتتعب هنا اهو، شغل ومسح وكنس وتنظيف، بس كل ده هيتغير دلوقتي. الواحد ظهره اتقطم النهارده من شغل البازار اللي انا اشتغلته ده، انا عمري ما اشتغلت كده. هانت استحمل. ماشي ماشي ماشي. سوري يعني عادل كنت عايزه اكلم معاك في امور عالقه منذ زمن، فبس على انفراد يعني في سريه تامه. اتكلمي يا مدام، انا مش غريبه ولا ايه يا استاذ عادل؟ طبعا دكتوره هبه مش غريبه، دي تعتبر واحده من العيله دلوقتي لدرجه ان انا بفكر اضيفها على البطاقه. اول طب هات 5 جنيه بقى عشان عايزين نجيب سكر. اديها. 5 جنيه تجيبي سكر؟ ده وضع طبيعي ان راجل البيت هو اللي يدفع الفلوس بتاعه السكر، وادي 5 جنيه اهي. ايه ده بكل بساطه كده؟ طب طالما كده بقى هات 10 جنيه. ايه 10 جنيه ليه؟ ما انت لسه واخده ال 5 جنيه ولسه ما برديتش في ايدي. انا حر؟ عايز اجيب شاي. عايز اجيب شاي ب 10 جنيه؟ بقول لك ايه، ما تجيبي شاي من ابو 3 جنيه وتعملي لنا شاي خفيف بالمره يعني، عشان هو عايز 10 جنيه. قوي قوي، اتفضلي 10 جنيه اهي. انا مش مصدقه نفسي، عادل بيديني الفلوس كده بسيبان، ده ايه الهنا اللي انا فيه ده يا ربي؟ طب هات 20 جنيه بقى. اكيد طبعا عايز اجيب الكوبايات اللي هتحط فيها الشاي. لا عايز اجيب براد. براد؟ اما الفترة اللي فاتت كنتوا بتعملوا لنا الشاي في ايه؟ في كوز يعني؟ حاضر حاضر يلا هانت ونخلص. عادل نسيت اقول لك حاجة، المكواجي قافل 3 ايام، جات له ضرب الشمس في الغالب. احسن يستاهل، اصل المكواجي ده يعني
رخم. بقول لك ايه يا عادل، بمناسبه يعني المكواجي اللي غايب بقاله 3 ايام والله اعلم هيغيب اكتر من كده، ايه هتعمل ايه في قمصانك دي؟ مين هيكوهم لك القمصان دي؟ همك انتوا بقى في مكوتها بقى سناء. يلا ليه فاكرني جاريه ماجرها لك ماما بالاجره؟ اكويهم انت. ازاي يا استاذ عادل؟ ايه حضرتك انت فزعتيني، انا افتكرت ان انت مشيتي، انت لسه قاعده. انت متواكل؟ متواكل؟ لا والله انا لسه ما اكلتش، انا مستني الاكل على النار. يعني تعتمد على غيرك في الشغل اللي انت المفروض تعمله بنفسك، وده كله لازم يتصلح. ماشي حضرتك ماشي. سناء يا حبيبتي. بص يا سناء، انا خلاص ما تكويش القمصان وانا مش هكويهم ولا حد يقرب لهم خالص، لان بعد كده الدنيا حر هنزل بالحمالات. ها خلاص يا سناء يا حبيبتي، سيبي لي القمصان وانا هكويهم هكويهم. طب بالمره يا عادل، بما انك هتكويهم هتكويهم، عندي 15 فستان و13 جيبه و14 تيشرت، ممكن تكويهم لي معاك؟ قوي قوي، ولو عندك كمان هدوم عايزاني اخدهم فمين تحت امرك. ولا تقلق، المره الجايه هبقى اعمل حسابك. ماشي ماشي يا عادل. عادل خلاص، انا شفت بابا شفت بابا، مش قادره انا خالص. انا الجوانتي بتاعي اللي بغسل بيه الطبقات انا مش لاقياه، ومش ممكن اغسل طبقين واحد من غير الجوانتي ده. طبقين واحد هتغسليهم بجوانتي؟ ده الجوانتي ده اكيد هيتلخبط. بصي يا حماتي سيب الاطباق عنها ما اتغسلت. ها بصي يا حماتي سيب الاطباق انا بغسلهم مكانك يا حماتي. يا سلام يا حبيبي يا عادل، tu es très gentil. حضرتك في حاجه تاني؟ هي والدتك فين يا استاذ عادل؟ حضرتك اصل ماما يعني بتحب ساعه المغربيه تريح شويه. يعني انت ما بتقعدش معاها وتتكلم؟ لا حضرتك بقى من غير ما تقولي ها ولا اي حاجه، انا هقوم هصحيها واقعد ارغي معاها لغايه ما تزهق مني. بابا بابا ممكن تشرح لي الدرس ده؟ ده ايه ده؟ جغرافيا؟ ايه ده جغرافيا؟ دي جميله جغرافيا. عودي يا حبيبتي عودي. يد اتنين كب الف اربعه، ومحمد علي ودخل القلعه، ومحمد علي دخل القلعه. يا ابني ما تخلص اكل بقى، خلينا نقفل البازار ونروح يا ابني. يا دولا يعني بلاش اشحن؟ بلاش اشحن؟ تشحن؟ ما انت بقالك قد ايه بتشحن؟ يلا ده انت واكل يخرب بيت اكلته كله. يلا يلا خلص يلا. ما تخافش يا رمزي، كل كل كل. عايز اشرب عايز اشرب. انت الكباب عمالك عينيك كمان؟ ما هو يلا الميه قدامك اهي والكوبايه اشرب. مش قادر يا دولا والنبي اسقيني يا دولا اسقيني. كابس على صدرك مش قادر تتحرك. ماشي ماشي اسقيه. بسرعه بسرعه كمان بسرعه. حاضر حاضر. معدنيه معدنيه معدنيه. الله يرحم ميه البطاريه. اشرب يا ماشي.